السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع مادة الأحياء بالصف الأول الثانوي مدارس دار الثقافة الأهلية، عنوان الدرس اللافقاريات الحبلية. اللافقاريات الحبلية هي حيوانات ثانوية الفم تتميز بأربع صفات. أول صفة وجود حبل عصبي ظهري أنبوبي. تاني صفة وجود حبل ظهري. ثالث صفة وجود جيوب بلعومية. رابع صفة وجود ذيل خلفي شرجي. تعال نتكلم على الحبل الظهري. هو حبل مرن في الجهة الظهرية، يمتد بطول الجسم، في الفقريات يتحول إلى عظم أو غضروف. أما في اللافقاريات الحبلية يبقى كما هو، يقوم بوظيفة الحركة الجانبية للجسم والذيل. تاني صفة من الصفات الذيل الخلفي الشرجي. الذيل الخلفي الشرجي الوظيفة بتاعته للحركة، حيث توجد قطع عضلية تمكنه من الحركة الذيل بكفاءة. في الحبليات يمتد الذيل إلى ما بعد فتحة الشرج. في غير الحبليات يوجد جزء من أجزاء الجهاز الهضمي في منطقة الذيل الخلفي شرجي. ثالث صفة الحبل العصبي الظهري الأنبوبي، عبارة عن أنبوب أجوف. في الجهة الظهرية للافقاريات الحبلية. في الحبليات ينمو الطرف الأمامي منه ويكون الدماغ، والطرف الخلفي يكون الحبل الشوكي. الجيوب أو الأكياس البلعومية عبارة عن أزواج أو تراكيب توجد في بين الفم والبلعوم. في اللافقاريات الحبلية لها فتحات في الخارج لتقوم بعملية ترشيح الغذاء وتبادل الغذاء، أو تصبح خياشيم لتبادل الغذاء. أما في الحبليات فلا توجد هذه الشقوق، لذلك فإنها تتحور إلى تراكيب أخرى زي لوزتي الحلق والغدة الزعترية. الغدة الدرقية الأولية، يريد نقولها الغدة الدرقية الأولية. تعال نشوف وظيفة الغدة الدرقية دي ايه. وظيفة الغدة الدرقية هو تركيب ينظم الأيض والنمو والتكوين الجنيني. الغدة الدرقية الأولية تفرز هرمون مشابه لهرمون التي تفرزه الغدة الدرقية من خلايا تسمى الأندوستايل، لتقوم بوظيفة النمو والأيض. والفقاريات الحبلية هي الوحيدة التي يوجد بها غدة درقية. تنوع اللافقاريات الحبلية. تتنوع اللافقاريات الحبلية إلى شعبتين: حبليات الرأس مثل السهام، وحبليات الذيل مثل الكيسيات. تعال نشوف السهام. السهام حيوان يسمى بالرماح، طوله 5 سنتي، شكله ثعبان الشكل، شفاف، يتكون جسمه من طبقة واحدة. يتم ترشيح الغذاء بتاعه حيث يمر الماء من الفم زي ما احنا شايفين في الشكل التوضيحي، ويمر على الشقوق الخيشومية البلعومية لاحتجاز الغذاء، ثم يمر إلى جزء يشبه المعدة أو القناة الهضمية، ويقوم بهضم الغذاء وخروج الفضلات من الشرج. بالنسبة للجنس بتاعها منفصل، يعني يوجد ذكر ويوجد أنثى، والإخصاب خارجي. في منطقة الرأس لا يوجد دماغ ولا أعضاء حسية، ولكن يوجد مستقبلات أو لوامس حسية بقرب من الفم لتقوم بوظيفة الإحساس بالضوء. حبليات
الذيل اللي هي الكيسيات اللي منها الأسيديا. ده رسم توضيحي للأسيديا. تعال نشوف. طبعا هي جالسة غير متحركة، ولكن الطور اليرقة بتاعتها هو المتحرك، ويستطيع أن يتحرك من مكان إلى آخر. وسميت ببخاخات الماء لأنها بتخرج كمية كبيرة من الماء، فتشوش على المفترس القوي، بتخرجها من السيفون الزفيري. وسميت بالقميصيات لأن الجسم محاط بقميص أو بكيس أو بغطاء خارجي سميك، ولذلك سميت بالقميصيات. التغذي والهضم يدخل الماء عن طريق الأهداب التي تحيط بالسيفون الشهيقي، يدخل الماء في السيفون الشهيقي ثم عن طريق الأهداب، وتجمع جزيئات الغذاء في شبكة مخاطية، ثم تتجه إلى المعدة حيث يتم الهضم، وتخرج الماء من الفضلات من السيفون الزفيري أو الماء الزائد بيخرج عن طريق الفتحات الخيشومية في قلب العود. لها جهاز دوري طبعا بيتكون من القلب والأوعية الدموية، ويقوم بتوزيع الغذاء والأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم. ولها جهاز عصبي عبارة عن خلايا عصبية متشعبة، والجنس بتاعها غير منفصل يعني خنثى، والتلقيح خارجي. تظهر الصفات الحبليات في يرقة الأسيديا الموجودة عندك في الشكل، وهي يرقة متحركة، وتظهر فيها الصفات الأربعة اللي هي حبل عصبي ظهري أنبوبي، وفيها حبل ظهري وذيل خلفي شرجي، والغدة الدرقية الأولية، والبلعوم بشقوق خيشومية. ونشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.